السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم باش نطيبوا مع بعضنا شوربة لسان عصفور بالدجاج. عندك فنجان صغير زيت زيتونة، شطر بصلة فرمتها، كلفسو معدنوس، شطر كعبس فانيليا صغيرة قصيتها تروف، دجاج عندنا كعبة طماطم قصيتها تروف، مغرفة طماطم حقوق، شطر مغرفة ملح، شطر مغرفة فلفل أكحل، شطر مغرفة تيبل، وعندنا شطر مغرفة صغيرة فاح متاع الدجاج بيسكو باش نطيبو بالدجاج، شطر مغرفة زيادة الفلفل الزينة مش حار خاطر باش نعمل نحط هريسة عربي، مغرفة صغيرة هريسة عربي، وعندنا كيس صغير كيما قاعدين تشوفوا الشربة، ما نحطوش برشا خاطر من بعد كي تجيب تولي برشا. توا نشوفوا مع بعضنا كيفاش التطيب. باش نبداو نطيبوا مع بعضنا، دونك عندنا زيت زيتونه نحطوه مع البصل والبولي نخليهم يتقليو مع بعضهم 5 مينوت. خلينا 5 مينوت كما قلنا البصل والدجاج يتقليو، باش نزيدو ابوبخي كيس ماء، وباش نحطو المعدنوس والكلافس والسفنيريا كلهم مع بعضهم، نخليهم كيف كيف 5 مينوت يدخلوا مع الدجاج والبصل. توا باش نحطو مع بعضنا الطماطم والفحات نتاعنا والهريسة، نحطوهم الكل مع بعضهم، وباش نزيدوهم مي ابوبخي 3 كيسين مي، ونخليوهم 20 مينوت يغليو مع المي، وبيان سور ديما نقعدو نتفقدو المي ينقص شي ولا حاجة نزيدوه. توا بعد 20 مينوت باش نزيدو كيس مي ونزيدو الشربة نتاعنا، حطو تخي كيس مي والشربة نتاعنا، ونخليهم 15 مينوت 10 مينوت هكاكا لين تيب الشربة. فوالا الشربة نتاعنا حضرت وكيما تشوفوا فيها وشي طيبة.